الشفع والوتر يجيب من كلهم يعني ثلاثة ركعات مع بعض بجوز، ما في مشكلة. في سنن النسائي النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد أن يوتر بثلاث فليفعل ثلاثة. لكن انتبه، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تشبيه الوتر بالمغرب، يعني لو صليت ثلاثة يكون عندك جلوس واحد في النهاية بس، ما تجلس تبقى تشبه شنو؟ المغرب. لا، ما تشبه المغرب، تجلس جلوس واحد في النهاية. قال: ومن أراد أن يوتر بخمس فليفعل، خمسة مع بعض. ومن أراد أن يوتر بسبع فليفعل، سبعة مع بعض، خمسة مع بعض، ها ثلاثة مع بعض، ما في إشكال. والتسعة لو دار تعمل تسعة مع بعض تعمل ثمانية ركعات، ما في أي جلوس، ثمانية، واحد اثنين ثلاثة أربعة ثمانية، تجلس تسلم توتر بواحدة. وقال عليه الصلاة والسلام: ومن أراد أن يوتر بواحدة فليفعل. لكن النبي صلى الله عليه وسلم اعتاد على شنو يا اخواننا؟ ركعتين الشفع وركعة الوتر. شميت تعمل كسلا، ممكن تعمل فقها. ابن عباس رضي الله عنه اشتكوا له أقوام، قالوا له: إن معاوية رضي الله عنه يوتر بواحدة. قال: دعوه فإنه فقيه. ها؟ معاوية فقيه. قال رضي الله عنه: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله من معاوية. ها؟ هسه ينبذوا فيه الشيعة ونبذوا فيه المجرمين، ينبذوا في معاوية. الإمام أحمد رضي الله عنه كان يقول: معاوية السيد الحليم. ابن عمر صحابي جليل قال: ما رأيت أسود من معاوية. أسود يعني شنو؟ يعني لونه أسود؟ لا لا، أسود يعني شنو؟ الملك يعني سودد. قال: ما زول في الملك زي معاوية؟ قال: ما في. قال له: يا ابن عمر ولا أبو بكر وعمر؟ قال: كانا أفضل منه لكنه أسود منه. في الملك ده معاوية قوي، عشان كده الناس بيكرهوه. تقال بيكرهوه ليه؟ قوي كان، رضي الله عنه أرضاه، كان في الملك عنده حكمة، ذكي جدا معاوية رضي الله عنه. عموما نرجع لكلامنا، إنه يا عمنا الوتر يكون بكم؟ ممكن بواحدة، ممكن بثلاثة، ممكن بخمسة، ممكن بسبعة، ممكن بتسعة.